معكم إبراهيم إدريس عبر سلام ميديا ونافذة آدال في رحلة نستضيفكم فيها مع المناضل عبد الله سليمان مسؤول العلاقات الخارجية لجبهة تحرير إريتريا ومسؤول العلاقات الخارجية لحزب العمل في تجربته في العلاقات الخارجية والتي كانت في الحلقة السابقة قد تحدثنا فيها عن تجربة من الصعب أن الذاكرة تقبلها، لكن الحقيقة أنها كانت موجودة. والآن ترجع لنا مسامعنا في أول محاولة غريبة من قوة تقدمية تطلب من قوة تقدمية أخرى أن تتحالف معها لضرب قوة وطنية في إريتريا عبر بوابة الدعم الذي سيقدم عسكريا لجبهة تحرير إريتريا، والتي المناضل عبد الله سليمان أفادنا فيها في دبلوماسية عالية كيف امتص الخبر وكيف تعامل معه مع قيادة جبهة تحرير إريتريا، إلى أن وصلنا أن يلتقي بالسفير اليمني ليعلن له رفض، لكن هذا الرفض يكون جيد أن نسمعه من المناضل عبد الله سليمان، كيف كانت روايته للسفير اليمني في الخرطوم، وليس سفيرا اعتياديا باعتبار أنه كان قريب جدا من القيادة السياسية تحديدا في مكتب القائد عبد الفتاح إسماعيل. عم عبد الله، أفيدنا كيف لقائك مع السفير؟ قدمت رفضك بشكل مبطن على حسب ما شرحت لنا في الحلقة السابقة. طبعا بعد ما عدت من عدن إلى الخرطوم. لا أنا بتكلم حسن. زرته ورحت الميدان، وأول ما زرته طوالي يعني هو متحمس يعني تأتيه بقائمة. أيوة يقول لي لازم، دي فرصة كبيرة وما تتكرر، وهذا تنظيم يعني تنظيم خطير هو يعني المنطقة. في المنطقة وكل شيء، وهو الحقيقة من جهتين يأيد القضية الإريترية ويأيد كمان الثورة الإريترية بقيادة جبهة التحرير الإريترية، هو ذاته كشاب وكادر سياسي في التنظيم. فما شئت من رجعته افتكر أنا جايب له اللائحة، موافقة يعني أو اللائحة، وصلت اللائحة والله قلت له الجماعة بتاع هيئة الأركان هم اللي يقرروا، هم اللي المسائل دي هم اللي يضعوا القائمة ويعنوا على السلاح وكده. وحتى قلت له يعني على ناصر محمد قال يعني أسلحة نوعية كمان يعني. أيوة. كده. وهم لكن مشوا في مهام موزعين في كل إريتريا. أيوة. هيئة الأركان. فمن الصعب. من الصعب. وكده. وانتهى. السؤال اللي يبرد للذهن، لماذا لم يكون هناك إجابة واضحة في قضية زي هذه؟ أيوة دي بقى عندها سبب جدا يعني. أيوة. اللي هي في اللحظة اللي على ناصر يعني قدم هذا العرض، اليمن الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني والحكومة واليمن الجنوبي كدولة كان واقف بأكمله مع منقسطو يعني. حتى العدد ما نعرف، لكن ثبت انه حتى طيارين يمنيين اخذوا في الاتحاد السوفيتي هناك. اليمنيين كانوا ضمن طاقم السلاح الطيران الاثيوبي. ايوه كانوا يقصفون معسكرات. أيوة. ودفاعات الجبهة الشعبية. أيوة. في تلك المرحلة. أيوة. في الساحل كانوا متورطين تماما. أيوة. زيهم حتى الليبيين في تلك المرحلة كانوا. أيوة. يدعموا. أيوة. لوجستيكيا الحملة. بجانب الاتحاد السوفيتي وكوبا. أيوة. فأنا الإجابة بالنسبة لي أنا أصلا. أيوة. في طريقة تعاملي. مع الدول. أيوة. يعني ما أحاول تقطع شجرة معاوية أبدا، شعرة معاوية. أيوة. وخاصة بالنسبة لليمن. قلت ليش ما يكون في جواب واضح؟ ده سؤال كويس في محله. أيوة.
اليمن الجنوبي مديننا ميناء صغيرة اسمها البريقة. البريقة فيها مصفاة بتاع بترول ده قالوا لنا للسفن بتاعكم. فاتحين لنا مكتب. هم ما بادروا قالوا لنا يعني شيلوا سفنكم واقفلوا مكتبكم وحتى جاليتكم اللي تأييدكم الناس اللي موجودة هنا كلها ما قالوا لنا الكلام. فأنتم بدبلوماسية يعني مرنة أو أنت فضلت أنك ما تطرح الموضوع من أساسه وتستمر العلاقة. أيوة. هل العلاقة استمرت بشكل طبيعي بعدها؟ بشكل طبيعي كان. أيوة. وما أساروا الموضوع من جديد؟ أبداً. فالرسالة وصلتهم للقيادة اليمنية. أيوة. طيب نقفل هذه الصفحة ونفتح صفحة جديدة في محور العلاقات الخارجية. لكن في مهمة أنه نحن في النهاية ما قبلنا الموضوع. أكيد. أنا فهمت. طيب محور آخر في علاقة الجبهة التحرير الإريترية مع الدول العربية الأخرى. أهم المحطات وأيضا في إيران كانت موجودة كثورة وعندها علاقة كانت بارزة ودعوت رئيس المجلس الثوري لزيارة خميني. ممكن تحدثنا عن بعض هذه الدول التي أنت شاركت في تطوير هذه العلاقة؟ في علاقات طبعا تختلف وتتميز يعني. أيوة. من حيث إعطاء السلاح، من حيث إعطاء المال. أيوة. وفي دول لا تستطيع أن تقدم السلاح ولا المال لكن تقدم المعروف المال. كان دائما العراق وسوريا. أيوة. أيوة. العراق و سوريا. أيوة. ما كانوا نقاط خلاف. الأساس الآخرين الغير معروفين. أيوة. للعامة يعني. أيوة. الآخرين يعني مثلا زي الكويت مرة أدت برضو لكن دعم مادي يقدموا دعم مادي. أيوة. شفت يقدموا منح. أيوة. الدعم المادي في شكله كيف يعني مثلا الكويت نمسك دولة الكويت. أيوة. والله بين فترة وفترة كانت تدينا يعني. أيوة. في مبالغ منظورة السعوديين والله تنقص وتعلى لكن في مستوى يعني, أيوة يعني قريب مثلا نص مليون مليون إلا ربع. أيوة. وهكذا. طيب وكله لو جمعته فعلا يعني أكيد طبعا دعم هو هذا كان. أيوة. على كل التنظيمات الجبهة لا على كل التنظيمات اللي كان بتاع الإمارات هو. أيوة. أوكي. وقطر. طيب حدثنا عن الإمارات وحدثنا عن قطر. أيوة. وحدثنا عن السعودية. أيوة. الإمارات طبعا نحن اللي نعرفها كان نصيبنا مليون دولار سنويا يعني. أيوة. متى بدأت وكيف بدأت؟ والله بدأت عملت فترة يعني أنا حسا ما أتذكر المدة في تجربتك أنت. لا بعد ما جيت أنا هنا. طيب حدثني عن بدأت كيف العلاقة مع الإمارات؟ والله الإمارات أصلا في عهدك الإمارات تونس كنت يعني أنا ما أسست العلاقات. لا لا. أيوة. من عهدك أنا قاعد أقول. أيوة. لكن كان في يعني قبول يعني واستعداد وما كان في أي تحفظ مثلا. حدثني كنت عن تجربة. أيوة. بعد تونس بعد لغة. أيوة. تونس. أيوة نعم. كيف كانت لغة تونس وكيف أنت وصلت بيكم؟ والله لغة تونس الإمارات. طبعا الجامعة العربية بادرت وجو هناك الجماعة جو قوات تحرير جو برئاسة ناود. أيوة. و الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية جو برئاسة أسياس. أسياس. أوكي. وإبراهيم عافا. أيوة. ورمضان. رمضان لا لا رمضان. المهم هي محاولة لتوحيدنا وكذا ما اتفق وتعسر تعسر الموضوع و قيل أنه ممكن في المستقبل يكون في لغاء ولا كذا انتهينا منه. فبلغنا سفير التوتيل كان موجود معنا. أيوة. بلغ أنا هو ذاته اللي أصريت عليه يمشي معنا من الميدان. السفير بتاع الإمارات. أيوة. بلغ مندوب بلغ حمة كل لا لا الحكومة بلغت هنا وحمة كله يعني بلغنا وجاب طريقة رسمية يعني.
إن الشيخ زايد يقول الثلاثة كلكم تعالوا هنا. طيب. من مشيت. تونس رأساً. أيوة. ما تمشي أي محل. تعالوا هنا في أبو ظبي. مشيتوا. مشينا. وجمعنا راجل يعني. ما ضل الوقت شوي. أيوة. جمعنا وناشدنا وكل شيء و. ونحن وعدناه يعني انه تلتقوا نذلل كل الامور. اهم الاشياء اللي طرحها ايه هو الشيخ زايد؟ والله الشيخ زايد تكلم عن اهميه الوحده. ايوه ونحن, إيه؟ ونحن مستعدين قالنا يعني من زمان موقفنا معاكم ايوه كثوره يهوديه مستعدين ندعمكم ايوه وبدون وحده ما تقدروا تعملوا حاجه ايوه يعني مشاكلكم حتكتر. طيب. الدعم شكل الدعم كيف ومين الوزراء او الناس اللي كانوا؟ والله ده احمد السويدان وزير خارجيه. وزير الخارجيه ايوه. وقبله كان رئيس الديوان ايوه ديوان الامير حقه ذات ايوه الشيخ زايد ده خالص يعني كان يسهل لنا امور كثيره يعني. شخصيات ثانيه برضه كان في واحد اسمه النعيمي. النعيمي زمان كان وزير الإعلام كان ولا عرفنا به الله يرحمه المناضل آدم بيه. أيوة هو ذاته. أيوة عرفكم به. أيوة اللي عرفني به هو. أيوة بمين؟ بالشخص ده اللي حس اسمه ضايع. ما مشكلة. أيوة. طيب قطر. قطر عيسى الكوارد كان عنده دور كبير. أيوة شفت كيف. وكان في واحد كمان في الديوان. أيوة ما أعرف هو النعيمي. النعيمي. أيوة. 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 بالنسبة للسعودية. بالنسبة للسعودية طبعا الملف بتاعنا. عفوا الإمارات خصصت مبلغ قلت لي ثلاثة تنظيمات. كان كم؟ والله تاني ما بعرف لك. أيوة. سمعت أقل. أيوة. أيوة كده سمعت. كم كان للجبهة مثلا؟ مليون كان. يعني. مليون دولار. استمر فترة. أيوة. استمر لفترة. أيوة. طيب السعودية. كان زي المخصص معروف يعني. أوكي. السعودية. السعودية طبعا احنا زي ما تعرف الملف بتاعنا اصلا موجود في يد المخابرات السعودية يعني. ايوه في معظم الدول. ايوه والامير. ايوه نعم حتى في السودان مع خليفة قرار. مع كل الدول يعني كان يتعامل. على كل حال الامير تركي كان يتعامل معنا يعني بطريقة يعني مهذبة. أيوة. ويستمع لنا جميل يعني هو ميزة الشخص اللي يشتغل في الاستخبارات هو أن يكون مستمع جيد. أيوة خالص يعني متواضع كمان. أيوة. لا هم ما في شك يعني في تعامل. أيوة. طيب فعلى كل حال يعني كان بيتجاوب معنا كويس. أيوة. وحتى يعني في المؤتمر الإسلامي ده وقف معنا. ده أهم نقطة أنا عايز أجيبك عايزك تجيب. أيوة يعني المؤتمر الإسلامي عمل انقلاب في الدبلوماسية الأقليمية. أيوة نعم. في دعم للقضية الإريترية. يعني الناس كلها كانت تتعامل معنا من الباب الخلفية. أيوة. المؤتمر الإسلامي يعني طرحها على مستوى. أيوة. مؤسسات دولية يعني. أيوة. تفضل. يعني جينا في مؤتمر في مؤتمر وزراء الخارجية. أيوة الإسلامية. الإسلامية اللي عقد قبل يومين كده. من المؤتمر العام. من أيوة من القمة. يعني فيه طلبنا. أيوة. يعني عرض القضية الإريترية في الأمم المتحدة. أنت كنت رئيس الوفد. أيوة أنا رئيس. أيوة. الوفد ومعي. طيب. حمد صالح حمد. حمد صالح حمد. أيوة. أوكي. فالثانية طلبنا منح تعليمية. أيوة. مساعدة إقاسة. اللاجئين الإريتريين. أيوة. وهكذا طلبات يعني. أيوة. ففي مؤتمر وزراء الخارجية. أيوة. في واحد وكيل وزارة الخارجية السودانية. أيوة. هو اللي كان حاضر. اعترض. قدم اعتراض. أيوة. قال السودانيين. أيوة. يعني. أيوة قال لأنه. السبب. والله اعترض قال لأنه الرئيس يعني قاعد يقوم بوساطة بين الإريتريين. جعفر نميري. أيوة. بين الإريتريين. والإثيوبيين وكده. أيوة. اعترض طبعا مجلس الوزراء ديا. ايوه مؤتمر وزراء خارجية الدول. ايوه
شو اسمه ديلا ما 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 يثبتوا الوقت قاعد ايوه بس يمرروها في القمه أيوة. مرروها في القمه ايوه والنميري عارض في المؤتمر ايوه طيب بعدين انا سالت الدكتور الترابي كان دعوه ك شخصية ايوه وكده ايوه قلت له ايش المعارض اللي يا دكتور قال لي راجل ذاته ما عارف ذاته بساطة قال لي من بساطة ايه يعني ذاته من قصته ما حيقبلوه ولا حيعمل ديه وكذا لكن اتخوفنا يعني فسألنا عن الأمير التركي قالوا لنا موجود هنا عنده مكتب ودلونا عليه السعودية في الطائف؟ ايوه ايوه في الطائف في الطائف ايوه لأن المؤتمر كان في الطائف ايوه ومشينا فيه وقلنا له والله نحن خايفين من اعتراض الرئيس سوداني ايوه هو اعترض طبعا وزير خارجيه أيوة. وكيل وزير خارجيه ايوه وقالوا في الجلسه الصباحيه انا بيت في الموضوع فخايفين المشروع ده يرفض او مثلا يهمل لا حيمر قال لي التركي ايوه ما شاء الله ما في حد يوقفه أيوة. وفعلا وقف بدعم من الملك فهد الملك فهد ولا هو اللي راس الملك فهد كان يتميز وهو زي فيصل الاثنين كانوا يعني عندهم مواقف فيما يخص القضيه الاثيوبيه مواقف بارزه يعني طيب صدى القرار بتاع مؤتمر الدول الاسلاميه في العالم او دعمكم انتم الدبلوماسيه كيف تلمستوا القرار يعني اول هو كان عنده صدى كبير يعني ايوه خالص يعني في تلك الفترة المنظمة كانت منظمة قوية أيوة وكان المسموح بس نحن كنا في آخر أيامنا تعرف كجبهة التحرير أيوة سنة 80 يعني خلاص طيب علاقات أخرى يعني مع لو دول كان دولة. مثلا تنظيم يستمر وكده حنجي على المسألة دي ذاتها تعمل لها حشد حنعرج خطة كده كيف تستثمر طيب أستاذ عبد الله إيران كيف كانت علاقتنا إيران باختصار لما جاء الخميني أيوة بعد شهرين أنا مشيت الإخوة اللي كانوا معاي المناضلين عمر جابر ومحمد صالح حمد دين الناس اللي اخترتهم ومحمد عمر يحيى محمد عمر يحيى أيوة لما أنا اخترت محمد عمر يحيى هو رئيس مكتب الجبهة في بغداد أيوة والعداء يعني متصاعد بين إيران وبين بغداد وبين بغداد مع ذلك أخذته السبب؟ الاحتمال أنه لو وافقوا على فتح مكتب أيوة محمد عمر راجل يعني تعرفوا يعني دبلوماسي رجل يعني ما بتاع ايديولوجيات لا هو رجل مرن ايوه مرن هو بتاع ايديولوجيات لانه هو اللي جندك ايوه هو العمل يعني ما تعب فيه يعني ما هي هي ما تهم اصلا ما يصير يعني لا اقول لك يعني ما يصرفهم ما يجيب لهم كلام ايوه الثانية ايوه المهم مشينا و وصلنا هناك حسن الايرانيين يعرفوا انه في ثوره في اريتريا وكل شيء وحتى ذكروا لي اسمان سبا مره كان جاء ايام الشاه يعني ايام الشاه جاء هنا واظن زي عملوه كده يعني ما عمله غير لا ايوه يعني ما جابوا خبره ومشى رجع ايام كان ايران علاقه حميمه مع قالوا لي كده شكلوا لجنه دارين يفهموا طبيعة كل التفاصيل عن الثوره الاريتريه ايوه اللجنه دي اسبوعين جلست معك ايوه يسالونا تجاوب ونجاوب ايوه يسالونا ونجاوب دراسه متكامله ايوه لحد ما قبلوا الموضوع يعني عرفوا الثوره الإيرانية دي ايوه لكن انا ما انزلق يعني مرات كده الواحد ما يفكر في انه يحقق كسب اني كده يقول لهم كلام يرضيهم يعني في هذه العلاقه كان في دور لشخصيه وسطت بيننا وبين الثورة الدكتور ابراهام مدهاني تذكر كيف ما اتذكر ايوه اصله نحن قبل ما اليوم الاول وصلنا وعملنا زي 5 يوم وطلعنا في التلفزيون أيوة. وكده أيوة. وبعدين نحن جالسين في الفندق جا داخلين هم ايوه محمد عمر يحيى يقول ده ليش مو صوماليين يقول
محمد صالح يقول له لا 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 دير ما صوماليين دير قرطيين وداخلين ونحن قاعدين الأربعة كده قاعدين جوا سلموا عليهم وبعدين طلعوا قرطيين وتعرفونا بنفسهم ونحن عرفناهم بنفسنا وفي التلفزيون شفناه وكده وعرفوا محلنا لأنه مدهنية متزوج إيرانية وذاته يتكلم فارسي فوروه طوالي فقال لي أنا بعد ما كلمني اسمه قال لي هل سمعت كيتن لمدهنية وكذا قال فعرفت بها المهم هو ابن أغرداد هو ما توسط ولا شيء الإيرانيين هم اللي عملوا لجنة لجنة كاملة أخذت أسبوعين بعدين في الأسبوعين دي أنا عملت علاقة مع سيد حسين ده ابن ود ولده للخميني أبوه اتقتل في العراق لما عندما كان الخميني في العراق في سوريا في العراق في العراق أوكي وبعدين الموساد ديل يقول لهم ولا الشاباك ديل رسلوا له ناس في شكل مقاومة مرسلين من إيران وكده المهم عملوا له حاجة في الشاهي ومات والولد كان صغير وتربى عملت علاقة لأنه القائمة لمقابلة خميني طويلة كانت طبعا الثورة لسه شهرين معنا شهرين عامنا جاية وفود من كل المهم مشينا عملتوا علاقة المهم أدانا هو ذاته خمسة أكثر من خمسة دقائق ما كان يأخذ أدانا ربع ساعة الإمام وفي واحد اسمه صالح النجفي يتكلم عربي هناك هو المترجم نحن معاكم قال لي وبعد ذلك طلعت القرارات أدونا مقر بتاع مكتب منظمة التحرير في طهران في طهران ولمنظمة التحرير أدوها مقر السفارة الإسرائيلية وأدوا أحمد عمر أدوا عربية دي بقت كيتن بقى أدوا سواق وكده وعلى كل حال يعني وبعدين كانوا وعدوا أنه يرسل وفد إعلامي كبير تلفزيوني إعلامي لإريتريا عشان يلفوا كل لكن في النص نحن دخلنا في مشاكل يعني طيب عبد الله قاب قوسين وأدنى أن ننهي لقائنا الثري هذا واللي أفحمتنا به بكمية من المعلومات والتجارب التي أعتبرها أنا مقدمة للكتاب أعتبرها مرجع لكثير من الناس لأنك طرحت أسئلة وطرحت قضايا تنويرية في التجربة يختلف الناس فيها يختلف على كده كنت أمين أنك تقدم لنا في جزء منها برضو تحفظتها لكن برضو يكون عندها بعد استراتيجي منك في فهمك للعلاقات نختم هذا اللقاء بالسؤال التالي لماذا وأنت ذكرتها مرتين وانت في حديثك عن إيران وحديثك عن مكاسبنا من قرار المؤتمر الدول الإسلامية ذكرت عرضا لو الجبهة كانت استمرت لماذا الجبهة لم تستمر وماذا حدث في ملخص موجز تلخص لنا لأنك انت تجربة الإصلاح ومن تجربة حزب العمل ورجل ذو مبادرات وعندك مواقف متميزة تحديت فيها حتى القيادة وحديثك في تجربة وجودك في دنكاليا أنك تقتحم منطقة كاملة استراتيجية بدون استشارة القيادة إلى أن توصل إلى نتائج لأنك حققت مكتسبات قاعدية هذا الشخص بهذا الحجم وتاريخك ناصع ككل رفاقك وكل قيادات جبهة تحريرية و عطاءكم كان عطاء يعني منذ طفولتكم ضحيتوا بهذه التجربة بكل ما تملكوا من قدرات يعني يحسدوكم فيها حتى عدائكم يعني من كثرة نقائها ومن كثرة تضحياتها لماذا انتهت جبهة التحرير في ملخص لأننا السلسلة هي تبدأ من ولادة هذا الشخص إلى سنة 80 بعد 80 ده موضوع آخر لكن على الأقل مقدمات بسيطة تلخص لنا والله أنا بقول من ضمن الأسباب ما كنا نواجه الظواهر عندما تطل برأسها سواء كان مثلا الفالول لا حتى يعني حتى في القيادة تباين كان في تباين شفت كيف يعني الناس اللي
آرائهم تلتقي وتوجهاتهم وكذا أيوه. ويستمزجوا بعض وكذا هناك ما شرسين ولا يعني معناها انا ما قدرتوا تتفاهموا أيوة. في صراعاتكم الداخليه أيوة. ايوه دي, نعم. دي واحده أيوة. واهم حاجه في زوايا يعني الجبهه دي ما وصلت كده ساكت يعني ما تراكم هو تراكم فكانت في مشاكل بتظهر ما لم يعني ما تم معالجتها في أيوة. في وقتها مش بتحدي ولا شيء لكن يعني حتى تعمل تعديلات ذاته في طيب انا ما ادخلك في احمك في السؤال اكثر من كده لكن اطلب وصادقا في ذلك انه تقدم لنا وللاجيال القادمه يعني رؤى مكتوبه حول حقيقه كما حاولوا بعض الناس يقدموا آراءهم في كيف انتهت تجربة حزب العمل وكيف انتهت تجربة جبهة إريتريا إلى هذا المصير الذي لم نحلم به ولم نتصوره في تاريخنا السياسي ككوادر أو كناس كنا ملتزمين بهذا التنظيم أو منظمات الجماهيرية. أستاذ عبد الله من قلبي وبكل امتنان أشكرك لمشاركتنا هذه اللقاءات اللي هي كانت عبارة عن مقتطفات وسميتها ملامح ولم تكن الفرصة كافية. حبيت فقط أنك وانت بصحتك وعافيتك تقدم قراءاتك وشهاداتك على الأقل الآخرين ينطلقوا منها إلى البحث وإلى التنقيب وإلى معرفة الحقيقة التي انت سردتها في مراحلها وشكرا لك. والله كلمة أخيرة لك. أنا من جانبي والله يا أستاذ إبراهيم أشكرك جزيل الشكر لأنه فعلا أتحت لي فرصة يعني أنه زي ما سميتها وهي الكلمة المطابقة يعني ملامح المسيرة بتاع أي مناضل يعني سواء كنت أنا واللي تعملوا مع الإخوة الآخرين وأظن ذاته التبويب اللي عملته يعني غطى كل هنا يعني رغم ضيق الوقت أيوة يعني ما كان أسئلة متناسقة يعني وده جهد نتمنى انه يعني يقدر مننا نحن الجهد اللي قاعد تعمله عبر أدال نافذة أدال وعبر ما يعني في الذاكرة الإريترية جهد كبير والله وانا شخصيا يعني لما مشكور لما دعيتني وجيت شفت الجهد اللي عديته يعني وحقيقة ما جهد فردي يعني كثير من الزملاء مشاركيني حقيقة الأيام نذكر كل التفاصيل دي وده ما كان جهد فردي كان جهد جماعي على الأقل في 3-4 أنفار كانوا مشاركيني في هذه الرحلة جزء منهم في سان دييغو معاك ده كله حينصر في نهاية الشريط أسماءهم وأدوارهم وكل ما قدموه معنا في الختام نتمنى لك دوام الصحة والعافية وتتهنى بأولادك وتتهنى بعمرك نتمنى لك التوفيق إن شاء الله تسلم والصحة تسلم والعافية تسلم والسداد في كل شيء آمين يا رب آمين يا رب في ختام هذا اللقاء نشكر المناضل الأستاذ عبد الله سليمان عبد الله همد الذي شاركنا هذه الرحلة والتي بذل فيها مجهود وفي ظرف استثنائي قدم إلينا من ولاية كاليفورنيا إلى مدينة دينفر في ولاية كولورادو باسمكم وباسم المشاهدين وباسم من يتابع هذا البرنامج نتقدم له ولكم أيضا الشكر بمتابعتكم ونرجو أن تفيدونا بما تملكون من توجيهات إلى دعم هذا البرنامج الذي سنعبر فيه عبر لقاءات مع الكثير من القيادات والكوادر والمبدعين الإريتريين في كذا أكثر من مجال في ذاكرة من التاريخ منذ نشأتهم إلى الثمانينات. هذه هي المرحلة الزمنية التي حصرناها حيث الزمان والمكان وما بينهما هو إطار برنامجنا. لكم جزيل الشكر.